يعني اللاعب لو نكدت عليه زوجته ممكن يصاب؟ ما هو يصاب، يطلع خارج الخدمة نهائيا. طيب اجل خلاص الجمهور. طبعا سمير رجل يعني عنده خبرة في هذا الموضوع. لا لا والله ما ضحكت من قلبك يا سمير الا في انه. افتكرت حاجة. لا انا افتكرت حاجة. انت اصلا مش في البيت، واضح انك انت اما انك مطرود اليوم من البيت، ها؟ يعني رايح فندق او عندي اصابة. او عندك اصابة، صحيح صحيح صحيح.